يا مساء الخيرات على كل حضراتكم مشاهدي قناة النهار في كل مكان في العالم. يوم جديد وحلقة جديدة وإن شاء الله طاقة نور جديدة وحلقة بإذن الرحمن هتكون مميزة ومختلفة جدا نظرا لخصوصية الضيف اللي منورنا في الفقرة الأولى من حلقة النهاردة. ضيفنا فنان من نوع مختلف تماما في حتة كده لوحده يعني مع نفسه زي ما بيقولوا، صاحب إحساس قوي وصاحب يعني صوت من أجمل ما يمكن، والأهم كمان أنه شخص محظوظ للغاية لأنه تربى في بيت واحد من أهم منشدي مصر على الإطلاق، واحد من أصوات مصر إنجاز التعبير، صوت لسه عايش معانا إلى يومنا هذا وهيفضل عايش معانا العمر كله بإذن الرحمن. أنا أكيد بتكلم عن المنشد العظيم طه الفشني. ضيفي بيغني وبيقدم نوع مميز جدا من الأغاني، وزي ما هو شاطر في الغنى كمان قرر لما يعني أو لما قرر أنه يمثل اكتشفنا أنه كمان شاطر جدا في التمثيل، ومش أي تمثيل، ده بيمثل على خشبة المسرح اللي هو أبو الفنون. فاسمحوا لي أرحب في بداية حلقتنا النهاردة بضيفي العزيز اللي منورنا الفنان الجميل وائل الفشني. الله يخليك يا أستاذ، ده بعد كده الكلام ده كبير عليا والله. خلي بالك ده أنا اختصرت، لو هنتكلم عن الجدارة والاستحقاق لا والله يعني ناخد الفقرة الأولى تقديمة بس. الله يخليك يا أستاذ، منور الدنيا وائل، أخبارك يعني الواحد مكسوف يعني يرد مش عارف يقول بعد الكلام الحلو الكبير ده. ربنا يخليك. مبدئيا أنا اتربيت على صوت الشيخ طه مش في بيته طبعا. أوكي. هو بيته في حتة تانية، هم بيتهم في مصر الجديدة. أنا اتولدت في الفشن. أوكي. يعني اتولدت في الفاشن وتربيت على صوته، ويمكن مش صوته هو لوحده كمان يعني، ويمكن عشان هو كان في صورة ليه هو وانا كنت مرتبط بيه جدا. مرتبط بيه نفسيا كده يعني، فيمكن هو ده اللي كان مخلي الشيخ طه هو دايما اول واحد. لكن انا كنت الشيخ علي محمود. الشيخ علي محمود ده في قلبي جدا يعني، يعني حسيت ان هو ده فعلا يعني زي ما كان استاذ للشيخ طه الفاشني وفعلا استاذ لاجيال تانية كمان بعد كده يعني. فالشيخ علي محمود والشيخ محمد رفعت، فكان كلهم يعني ايه الاسماء دي؟ طبعا ايه الثقل ده؟ ثقل طبعا. لا كمان يعني بجد انا بنصح اي حد بيغني او بينشد او بيقرا القران يرجع للشيخ علي محمود والشيخ مصطفى اسماعيل والشيخ طه والشيخ محمد. ارجعوا اسمع والنبي اسمعوا، شبعوا دانكم بالناس دي شويه عشان تقدر تمتع الناس. دي مش اي مرجعيه. طبعا دول مدارس ماشيه على رجلين كده. طبعا مدارس فنيه متكامله في اخراج الحرف والقراءه المظبوطه والشجن والاحساس. يعني اتعلمت ايه بقى؟ انت بتقول اتربيت معنويا على او وجدانيا كمان على صوت طه الفشني، اتعلمت ايه من استماعك الدائم لصوته؟ اني انا ممكن اغني في اي وقت واغني اي حاجه من غير مزيكا وخلاص يعني. انا بقت بالنسبه لي يعني من كتر سمعي مش لطه الفشني كمان بالذات، لعلي محمود ولطه الفشني والناس دي كلها، كل واحد مدرسه. ف يعني ممكن اجيب الجرنان اغنيه، يعني اجيب جرنان كده قدامي اقعد اغنيه خلاص، لان هو بيبقى قاعد بيسترسل، هو مش بيلحن يعني. عم الشيخ طه لما بيقعد يقول حاجه هو مش ده هو عايش مع نفسه حاله وجدانيه. حاله وجدانيه يعني. انا يمكن من كان عندنا حفله قديمه جدا للشيخ طه من مسجد سيد المرسي ابو العباس سنه 41. بيقول رايت رسول الله، بيوصف سيدنا النبي، بيوصف سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، بيوصف الشكل، العين والحواجب والخد والشفايف تخيل ده بيقوله. مش ممكن. والناس طبعا قاعده حاجه اعجاز يعني. انت متخيل ان هو بينشد وصف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ فطبعا كانت يعني اللي هو يا مولانا اللي انت بتعمله ده يعني ايه ده؟ ده انت عديت المراحل كلها بقى يعني، انت بتوصف سيدنا النبي بالقواله يمكن من دي ما حدش عملها يعني. صحيح. يعني مثلا ما اقول رايت رسول الله مثلا، اقول لك حته صغيره اللي انا فاكره يا ريت يا استاذ اتفضل. اللي انا فاكره يعني رأيت رسول الله في لباس السندسية مربوع القامة ياما اللون، مربوع القامة ياما اللون. أبيض اللون.
وبقعد بقى يكمل يعني. معلش طبعا انا اسف لان دي ليله كبيره يعني. لا احنا انت لسه جاي لنا في الكلام. احنا جايين جايين. اولا عايزين يعني في مستهل كده لقائنا الجميل معاك، اولا عايز اهنيك وابارك لك على الشغل الجميل في الفتره الاخيره. اللهم صل على كامل النور، حفلات اكثر من ممتازه كامله في العدد، حضور متسلطن 90% ان ما كانش 100% من المرات. الحمد لله. دي نقطه. النقطه الثانيه مسرح، مسرح البالون ومسرح الدوله والوقوف على خشبه المسرح اكيد. يعني مسرحيه ألمس وسي عبده دي اكيد هنتكلم عنها، بس الاول قبل ما نوصل لها في الكلام، هل انت من الناس اللي ليهم طقوس معينه قبل الدخول، قبل ما تقف على خشبه المسرح، وخصوصا ان انت مش بتقف عشان تغني، انت بتقف عشان تقول، فالقواله دي عايزه حاله وجدانيه معينه. بقعد كده بتاعي ربع ساعه ولا نص ساعه في الاوضه بقرا القران وصلي على سيدنا النبي وبروح في معيته بقى. فانا بالفعل بيحصل لي عمليه تجلي بقى كده يعني، وبطلع بغمى. انا ما بشوفش الناس يعني، انا والله ما بشوف الناس يعني، مثلا ابقى اي حاجه فالناس تديني فيها سكسيه عاليه جدا. فانا بحيي الناس وكده، بس انا مش شايف يعني، انا مش شايف، انا مش شايف غير اللي انا عايز اقوله واعمله دلوقتي، لدرجه ان بيحصل كده نفح من عند ربنا سبحانه وتعالى، ان بيبقى الجمهور في ايدي سهل جدا. بعرف اشكله زي ما انا عايز، بعرف اخليه يسقف وبعرف اخليه يغني وبعرف فدي هي المتعه بتاعتي. طب دي بتيجي بقى من الحرفيه والتعود والتمرس، ولا بتيجي نتيجه الاستغراق في الحاله اللي انت بتكلمنا عنها؟ بالظبط، القبول. فيكتب لك ربنا القبول، وطبعا التمرس والخبره دي مرحله اخيره جدا، لان كان في خبره وفي كل حاجه، وكان الواحد بيطلع يتنطط، وكان يعني انا دلوقتي يمكن مليان شويه، تختخت كتير في وقت كورونا وانا عامل حادثه وبتاع. عزه استاذ، ربنا يزيد ويبارك. لا الاول كنت، لا يعني قبل حادثتي كنت بعمل حفلات بره مصر. الله يخلي حضرتك، الله يسلمك. كنت بعمل حفلات بره مصر وبقف على المسرح بغني برضو مع في الجاز مع الاستاذ علي الحجار، بس الاستاذ علي الحجار كنت برضو مليان شويه. لا فكنت بقطع الدنيا على المسرح يعني، كنت بعمل شو على مثلا حوالي 12 آلة ايقاعيه بعمل شو عليهم وبروح وبقى. لا وقوفك على خشبه المسرح مع حد بقيمه وقامه الاستاذ علي الحجار، طبعا طبعا يا بخت الحضور اللي حضروا. يا سلام يا سلام، حقيقي يعني يا طبعا طبعا. الاستاذ علي الحجار اصله انا لما اشتغلت معاه، اشتغلت معاه عشان اروح اسمع، انا مش رايح اشتغل معاه يعني. لا انا رايح، انا خلاص بقى في حفله عندي في الشهر في ساقية الصاوي، انا زي اللي كانوا بيحضروا حفلات ام كلثوم زمان. لا ده انا بروح احضرها وانا قاعد وشايف علي الحجار قدامي، وكمان باخد فلوس مش بدفع فلوس، فدي مصلحه. يا سلام مالح علي الحجار. طبعا قدامي. طبعا ربنا يديله الصحه. من اجمل الاصوات المصريه الحقيقة. لا وبعد كده الاستاذ علي الحجار بيحب الصوت الحلو. صحيح. وبيقدمه. صحيح. وبيدعمه. لذلك انا لما شفت ان دي انسانيه واخلاق عاليه جدا طبعا، فتعلمتها منه، وقررت ان في كل حفلات الساقيه لما بلاقي حد صوته بجد يستاهل بقول له والله هطلعك، فهطلعه غني اغنيه واغنيتين ياخد فرصته قدام الناس. دي حاجه جميله. ويصور ده ويحطه على الفيسبوك عشان يوري الناس طبعا، ويسمع الناس، لان مصر مليانه اصوات كتيره جدا. صحيح. فالاستاذ علي الحجار طبعا ومولانا الحاج ابراهيم الحجار، فانا اتعلمت منهم الادب يعني. بس حاجه عظيمه جدا. مفيش ذره شك ان مفيش لقاء ليك سواء اذاعي تلفزيوني صحفي لازم تتر واحد الغروب يبقى من ضمن سياق الاسئله اللي بتتسالك، لان انت فعلا عملت حاجه، مش حاجه، انت عملت حاله مختلفه جدا، وقدمت لون غنائي او طربي انجاز التعبير يعني مش مطروق قوي، مش مسموع قبل كده، هي كانت حاله. فعلا. ايه قصتها الحكايه دي؟ والله هي قصه يعني. تامر كروان استاذ طبعا، تامر كروان لانه هو راجل فنان كبير يعني، وراجل بيفهم اصل ناس كتيره جدا بتعمل موسيقى تصويريه طبعا. يعني انا مش بتكلم على الجزء اللي هو يعني اللي هو الاستاذ عمر خيرت والاستاذ ياسر عبد الرحمن. لا دول الوحوش، دول يعني دول بره اي كلام. حته تانيه. لا دول بره. صحيح. اي كلام. صحيح. فتيجي مثلا تامر كروان من الناس المحترمه اللي بتعمل مزيكا بجد حقيقيه، ففاهم، تيجي تتعامل معاه بقى بتتعامل مع راجل فاهم جدا. فاهم يعني ايه صوت يتحط امتى وفين وازاي فدي طبعا من الحاجات الاسباب اللي ربنا سبحانه وتعالى سببها في العمل نفسه، وربنا صرفها لنا سبحان والله الله. ما لينا يد فيها. احنا قعدنا نشتغل، انا دايما انا والاستاذ تامر كران دايما شغلنا مش مجرد تعالى غني، لا لا ده موضوع. ده ممكن نقعد شهر ونص شهرين بنشتغل على حته قد كده هنغنيها، فده اللي ربنا سبحانه وتعالى بيوفقنا فيها. لما عملت ما تدمعيش يماي، فلحن الاستاذ تامر كروان لحنه، وكلمات عادل حسان. عادل حسان ده ولد عنده 17 سنه، شوف الموضوع جه ازاي. ما شاء الله ما شاء الله. قبل رمضان باسبوع
كنت متعرف على الولد ده فجاب ما تدمعيش اديتها لتامر كرام. تامر اول ما شاف الكلام لحن، ابتدى يلحن مع ان بقالنا شهرين بنلحن حاجات ولا حاجه، لدرجه ان خلاص تفاعل وتفاعل مع دي على مع الكلام فعمل ما تدمعيش اما مت عشان اعيش. الاغنيه من كتر ما هي فيها بركه فسبحان الله الناس تفتكرها تتر. طب عشان تحل علينا البركه او حتى نفحه من نفحات البركه هتسمعنا جزء منها من ما تدمعيش؟ حاضر حاضر جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تدمعيش ياما يا مت عشان اعيش، ما تدمعيش ياما يا مت عشان عشان اعيش. اوعك ياما في يوم تقني وتزعلي، شوفي العساكر جندي جندي واسألي، ابني مات حس بأغاط، لا ابنك بطل مهما حصل، ما تدمعيش ياما يا مت عشان عشان اعيش. عايزني اكمل الله عليك. نروح بقى للمسرحيه. نروح للمسرحيه. ألمظ وسي عبده. أيوه. وانت بتلعب شخصيه عبده الحمولي. يا لهوي. وردود الافعال ايه؟ واول وقوف ليك على خشبه المسرح ممثلا في هذه المره وليس منشدا او مطربا. لو كنت رايح اندبح كان هيبقى اهون عليا. والله. اول يوم خالص كان عامل ازاي؟ اول يوم خالص ده كنت مش عارف اتكلم، برتعش، قاعد في الاوضه ما 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 مش عايز المخرج يشوفني اللي هو مازن الغرباوي علشان ما يقلقش، لأن من قلق لاني انا متوتر جدا. لاني سماع صوت الاستاذه سميحه ايوب اصلا طبعا، وانا راجل اول مره امثل، يعني انا رحم الله امرئ عرف قدر نفسي، مش شغلتي، انا بحب تمثيل مفيش كلام، وعملت وجربت التجربه مع الاستاذ محمد بكير والاستاذه غاده عبد الرازق في مسلسل سلطنه المعز. أيوه. عملت 30 مشهد معاهم ان انا الشيخ ايهاب وكده، وكنت كفيف، وقدرت يعني على قد ما قدرت يعني ربنا سبحانه وتعالى وفقني فيه، لاني كان معانا وحوش ساعتها اخر مسلسل عمله الاستاذ حسن حسني الله يرحمه. لكن على خشبه المسرح وده بيحصل، فده كان اول يوم، ده لو داخل جهنم كان اهون. رهبه اكيد رهبه رهيبه. بموت 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 ومش عارف يعني ماسك اقرا، مع ان السكريبت حافظه خلاص، يعني بنعمل بروفات ثلاث شهور مازن قاعد معايا جدا، بس كل ده ممكن يتمسح من الذاكره في كسر من الثانيه بمجرد مواجهتك لجمهور عريض قاعد مترقب ومستني. بالفعل بالفعل. وبعدين ده انت عامل دور بطوله. ايوه بالظبط. بس بعد بعد شهر، بعد شهر من العرض ابتديت بقى احفظ، ابتديت افهم، ابتديت احس. كانت مضايقني جدا، كان عندي مشكله في موضوع اللبس وكده وبتاع، فدي بتعرف بتضايق لو مش طبعا مش لبس كويس يعني. بتضايق جدا يعني. طبعا دكتور عادل عبده اللي هو طبعا رئيس شعبه الفنون الفنون الشعبيه، لان احنا كنا تبعه، دعمني جدا جدا، اداني الثقه. والله بجد قال لي يا ابني انت بتغني، احنا عايزين عبده الحمولي يغني وانت بتغني، فما تشغلش بالك تمثيل ده يعني. مازن يقول لي، فهم شايفين ان انا قلقان بس انا مش عايز ابين. لا ده كان لحد بعد كده بقت مستني اللحظه اللي هنزل انا في مسرح، عايز اطلع اجري. بص بقى المسرح عمل ايه فيك، اتودكت بقى خلاص والمسائل اتشتقت كمان. ده هو المسرح ده ابو الفنون، الحب اللي كان اللي جالي بقى للمسرح بقى خلاص، بقت حاسس ان الخشبه دي مش عايز انزل من عليها. طبعا. عايز اقعد عليها لوحدي، عايز افضل رايح جاي، عايز اتكلم مع نفسي حتى يعني. فكره رد الفعل اللحظي اللي في ساعتها ما بينك وما بين الجمهور، الوان تو الضمني اللي بيكون متحقق من خلال وقفتك على خشبه المسرح قدام جمهور عريض، لا دي موضوع تاني، دي حاجه تانيه لوحدها خالص. موضوع تاني. بالنسبه للحفله بحفلاتي ولا بالنسبه للمسرحيه؟ بالنسبه للحفلات صح؟ طب بالنسبه للحفلات لا طبعا، ما انا قلت لك دي بتاعت ربنا. يعني ان تلاقي الجمهور بيغني معاك كل الاغاني، بقول لك انت بتعمل بالجمهور كده، انت ماسكه في ايديك يعني،
فدي بتاعت ربنا بقى، ملهاش دعوه بالخبره، الخبره بتيجي في اخر لحظه. بص يا اكسلانس، احنا فاضل عندنا اقل من دقيقتين. يا سلام، يا دوب الحق اشكرك فيهم جزيل الشكر واكد لك على سعادتي البالغه لان انت جيت ونورتنا وغني حاجه النهارده. والله بجد اتشرفت بوجودك معانا. الله يخليك. واستاذنك بقى نسيبك انت تختم مع الناس الفقره دي باللي تحب تجود علينا بيه. حاضر. الحاجه اللي انت شخصيا بتجد لذه لما تيجي تقولها. حاضر حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي أول ليلة من ليالي حمله صلى الله عليه وسلم أغلقت أبواب الجحيم وفتحت أبواب الجنان الرضوانية وابتهل الحي القيوم وتجلى برحمته ورضوانه التجلي العام ونطق الدوام قريش بالمقالات العربية وقالت حمل برسول الله صلى الله عليه وسلم ورب الكعبة فهو إمام الدنيا وسراج الألام. سيدي يا رسول الله، الحلم والخلق العظيم صفاته وله الكرامة والعلا والمحسب وقرأ بسم الله فيهم داعيا واصطفك المولى بهم تتعهد يا حبيبي يا رسول الله. عودة من جديد لحلقة النهاردة من طاقة نور، وخلونا ندخل في الموضوع على طول. أنا عندي حضرات حل عظمة على عظمة لكل واحد حاسس بضغط نفسي وحاسس إن هو مش مستريح لأي سبب من الأسباب. بمنتهى البساطة، اعمل خير هتلاقي نفسك مبسوط وهتلاقي نفسيتك مرتاحة على الآخر. بالمناسبة ده مش ابتعاد شخصي مني، ده مش كلامي، ده كلام الدراسات والأبحاث اللي كلها أكدت إن الجسم بيستهلك طاقة مكبوتة في توليد مشاعر إيجابية لما بيساعد الآخرين. وعشان يبقى كلام اكثر موضوعيه، خلونا نسال في تفاصيل هذا الامر ضيفي اللي منورني النهارده ونعرف منه سر العلاقه بين فعل الخير وبين الراحه النفسيه. بنرحب بيه فضيله الشيخ احمد دسوقي الداعيه الاسلامي. مساء الخيرات على حضرتك. مساء النور. اخبارك ايه؟ الحمد لله فوق. كله تمام؟ الحمد لله. منور الدنيا كلها بنورك. فعلا في علاقه ما بين فعل الخير وانعكاساته بالراحه النفسيه على الشخص فاعل الخير؟ طبعا في علاقه فرضية ما بين فعل الخير والسعادة الأبدية للحياة الإنسان. ده مش مجرد راحة نفسية، سعادة وأبدية في الدارين، في الدنيا والآخرة. تعالى الأول زي ما احنا تعودنا نصلي على سيدنا النبي في البداية، وخاصة في شهر ربيع الأنور، شهر ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في البداية الحمد لله، عز فحكم، قدر فحلم، اطلع فسطر، رحم فغفر، دعي فأجاب، لطيف بالعباد سبحانه جل شأنه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وتاج رؤوسنا وسيدنا وسندنا في هذه الحياة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه صلاة تكشف بها كروبنا وتقضي بها حوائجنا وتشد بها من أزرنا وتكون لنا يوم القيامة نورا يا رب العالمين. اللهم أمين. إيه رأي حضرتك مستر كريم ننزل على أرض الواقع، بما أننا في أيام بداية العام الدراسي الجديد، إيه رأي حضرتك كلنا بلا استثناء بنشتغل في الأسباب المادية الظاهرة من أجل توفير الراحة لأولادنا؟ مظبوط. من شراء كل شيء وتوفير سبل الراحة المادية للأولاد. تعال نبص من ناحية أخرى، ننظر من ناحية أخرى لأسباب مخفية غير مباشرة في راحة الأولاد وفي راحة أنا كمان. الاثنين أعيش مرتاح وفي نفس الوقت يكون في حفظ من ربنا على الأولاد، يكون في راحة للأولاد وراحة ليا أنا كمان.
ليه؟ لأن الإنسان بيتعب في خدمة الجسم وهذا الجسم يبلى، لكن في حاجة تانية اسمها روح، ومنها حضرتك قلت في انعكاس ما بين فعل الخير والراحة. الراحة دي بتيجي منين؟ من الروح، صح ولا لا؟ بدليل ان في انسان ممكن يقعد في اوضه مغلقه وسعيد جدا، وممكن انسان قاعد في جنات وفلل وسيارات فارهه بس يقول لك انا حاسس ان انا عايش حاسس بكبت. فيا خادم الجسم كم تسعى لخدمته اتعبت جسمك فيما فيه خسرانه. اقبل على الروح واستكمل فضائلها، فانت بالروح لا بالجسم انسانه. عشان كده ربنا بيقول ولباس التقوى ذلك ايه؟ خير. لباس التقوى ان الانسان يهتم بروحه شويه، يهتم بنفسه شويه، مش يهتم بالجسد. احنا كلنا بالله الحمد كله بيهتم بموضوع الجسد، فبناكل افضل الاكل وبنلبس افضل الثياب، لكن عاوزين نهتم بالجانب الروحي اللي هو منه بتنبع السعاده ليا والابني. واقول في البدايه ان صلاحي صلاح الابني، يعني راحتي بالشك. ايوه طبعا السعاده بتاعتي هتكون سعاده لابني، السعاده مع الله عز وجل هيشوف اثرها على اولادنا، وخاصه في بدايه العام الدراسي الجديد. هبدا مع حضرتك بهذه القصه. حينما دخل مقاتل ابن سليمان على الخليفه المنصور يوم بيويع بالخلافه، مقاتل ابن سليمان احد العلماء الكبار. حينما دخل مقاتل ابن سليمان على الخليفه المنصور يوم بيويع بالخلافه فقال له الخليفه عظني يا مقاتل. فقال له يا خليفه يا امير المؤمنين بما رايت ام بما سمعت؟ فقال لا بما رأيت. أنا عاوز أفضل موقف شفته في حياتك تأثرت به قلهولي، عظني بهذا الموقف. فقال له يا أمير المؤمنين لقد أنجب عمر بن عبد العزيز 11 ولدا وترك 18 دينارا، كفن بأربعة دنانير واشتري له قبر بخمسة دنانير، ووزع الباقي من التركة على الأولاد. اتبقى 8 وزعوا على مين؟ على الأولاد. وأنجب كذلك هشام بن عبد الملك 11 ولدا زيه زي مين؟ عمر بن عبد العزيز. ولكن التركة عند هشام بن عبد الملك تختلف عن التركة عند أولاد عمر بن عبد العزيز. فقال مقاتل بن سليمان لأمير المؤمنين المنصور، قال له والله لقد رأيت بعيني أولاد هشام بن عبد الملك يتقاسمون الذهب بالفؤوس. مش هكلمك عن العقارات ولا عن البيوت ولا عن الفلوس اللي موجودة في البنوك، أنا بكلمك بس على الذهب. كانوا بيقسموا بينهم وبين بعضهم بين بإيه؟ بالفؤوس. بالفؤوس. ووالله يا أمير المؤمنين رأيت بعيني في يوم واحد، في يوم واحد أحد أبناء عمر بن عبد العزيز يتصدق بمئة فرس في سبيل الله، وأحد أبناء هشام بن عبد الملك يتسول في الأسواق. يا الله إزاي كده؟ ليه؟ صلاح الآباء بيعود على مين؟ على الأبناء. على أبناء. عمر بن عبد العزيز ده مين؟ من أبوه ومن والدته، من جدته ومن جده. القصة كلها في عهد سيدنا عمر بن الخطاب كان في بائعين اللبن بيخلطوا اللبن بالماء، فاشتكى الناس إلى سيدنا عمر بن الخطاب من هذا الأمر، خلط اللبن بالماء. فكان سيدنا عمر بن الخطاب أرسل مناد ينادي في الأسواق ويقول لهم لا تخلطوا اللبن بالماء، ونهاهم عن ذلك. وفي احد الليالي كان سيدنا عمر بن الخطاب بيمر في شوارع المدينه وتفقد احوال الرعيه، فاستراح بجوار احد الجدران فسمع صوت امراه تقول لابنتها يا بنيتي اخلطي اللبن بالماء. فقالت هذه البنت لهذه الام يا اماه يا اماه ان عمر ورسوله اللي هو المنادي اللي بعته ينادي نهانا عن خلط اللبن بالماء. فقالت لها نحن في موضع لا يرانا فيه عمر ولا منادي عمر. فقالت هذه البنت لهذه الأم يا أماه لا أطيع عمر في الجهر وأعصيه في الخفاء، وإن كان عمر لا يرانا فإن رب عمر يرانا. نعم بالله. سمع سيدنا عمر هذه الكلمات من هذه البنت، فراح بسرعة لمين؟ لأحد أولاده اسمه عاصم ابن عمر. سيدنا عمر كان عنده ثلاث أولاد، عبد الله وعبد الرحمن وعاصم. عبد الله وعبد الرحمن متزوجين، اتبقى مين؟ عاصم لما تزوج قال له أنا جبت لك مين؟ عروسة خلاص. يعني خلي بالك، شوفوا كانوا بينظروا بيتجوزوا أولادهم بناء على إيه؟ لا كان بيبصوا على المال ولا أبوها فلان الفلان، أبدا على الصلاح. بتتقي ربنا ولا لا؟ بتتقي ربنا. أيوه طبعا. فبص على الصلاح فقال له عندي لك عروسة يعني خلاص هتعيشك في سعد وفي هناء،
مين ام عماره بنت سفيان ابن عبد الله ابن ربيعه اللي هي البنت اللي قالت لامها ان كان عمر لا يرانا فان رب عمر يرانا. تزوجت عاصم ابن عمر ابن الخطاب فانجب ليلى وحفصه. ليلى تزوجت عبد العزيز ابن مروان فانجب عمر ابن عبد العزيز اللي هو خامس الخلفاء الراشدين. صلاح الاباء يعود على مين؟ على الابناء. عاوزين نصلح نفسنا مع ربنا بالابناء والاحفاد كمان في الحاله دي. هقول لحضرتك حاجه، سيدنا موسى الخضر عليه السلام وصاحبه سيدنا موسى عليه السلام وصاحبه الخضر، ربنا عز وجل ارسلهم الى يتيمين في المدينه. ليه؟ لان كان في جدار هينقض وتحت الجدار ده كنز بتاع اليتيمين، فمش موجود حد لهم ولا لهم سند، لو الجدار ده وقع الكنز هيظهر فالناس هياخدوه. فربنا عز وجل ارسل كليمه موسى عليه السلام ومعه سيدنا الخضر، ارسلهم الى هذين اليتيمين ليقيم الجدار. ليه؟ ليه ربنا ارسل كليمه موسى وليه ربنا ارسل سيدنا الخضر معه عشان يقيم الجدار؟ ليه اليتيمين دول كانوا ايه؟ قال لك وكان ابوهما صالحة. هي دي القاعده القرانيه. طبعا لذلك سيدنا لما تقال لن تستطيع معي صبرا. ايوه ان الله يفتح عليك. فده القاعده القرانيه وكان ابوهما صالحا. لذلك صلاح الاباء يعود على الابناء. صحيح. عاوزين مع بدايه العام الدراسي الجديد ان احنا نتحرك في الصلاح، اصلح نفسي، لو انا اصلحت نفسي اولادي سينصلحوا. خلي بال حضرتك سيدنا سعيد بن المسيب رحمه الله كان من احد كبار العلماء والناس العابدين العارفين بالله عز وجل، لما عرف الكلام ده كان بيكثر من الصلاة لربنا عز وجل. ليه؟ يقول لك حتى أصل إلى مرتبة الصالحين فيعود صلاحي على أولادي. شوف الناس كانوا زمان بيفكروا إزاي، بيتصدق بنية إن ربنا عز وجل يعمل إيه؟ بنية إن ربنا عز وجل يصلح أولاده. صحيح. إحنا محتاجين مع بداية العمل إحنا بندور هنسيب لهم إيه؟ أو بعبارة أدق هنسيب لهم كام؟ كل بنوك الدنيا ليس لها فروع في الآخرة إلا بنك التقوى. حط في بنك التقوى ستجده في الدنيا وفي الآخرة. قال تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. إيه اللي يعملوا إيه؟ أنا خايف على أولادي. كلنا خايفين على أولادنا مهما يكن ومهما تركنا لهم من الأموال خايفين عليهم. ربنا قال لك الجواب، أسرب لك النتيجة. ربنا بيغششك، ربنا غششنا كلنا. قال وليخشى الذين من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. فليتقوا الله، اصلح ما بينك وما بين الله يصلح الله عز وجل حالك ويصلح لك حال أولادك مع بداية العام الدراسي الجديد. ما أجمل أن نصلح أحوالنا فيصلح الله عز وجل حالنا وحال أولادنا. اللهم أمين يا رب العالمين. هستأذنك هنطلع فاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا. تفضل. يا اهلا بكل حضراتكم مره تانية. لسه بنكمل كلامنا عن العطاء وعمل الخير ومساعده الاخرين، واعتقد مفيش اجمل من اننا نساعد غيرنا على انه يقدر يعيش ويقدر يحصل على اهم حاجه تساعده على الحياه وهي الميه. الحقيقه من الحملات العظيمه جدا اللي بتعملها مؤسسه نبض الحياه حمله سقيا الماء وعمل وصلات مياه للمحتاجين، وده من ضمن الامور اللي هنتكلم فيها النهارده. وصلات المياه طبعا ده موضوع يعني اتكلمنا فيه قبل كده والكلام فيه لا ينقطع. هنكمل كلامنا في هذا الاطار مع ضيفنا العزيز الشيخ احمد دسوقي. مفيش اجمل من كده. جميل. انت بتساعد الناس يحيوا بالمعنى الحرفي. هقول لحضرتك حاجه، ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. طبعا طبعا. في البدايه مع كل بدايه فقره بقولها مع حضرتك لازم انا اقول للناس البضاعه بتاعت مؤسسه نبض الحياه ايه، وهل هي مؤسسه استثماريه ولا خيريه. مؤسسه نبض الحياه مؤسسه خيريه من الالف الى الياء. تمام. وبفضل الله عز وجل هذا النجاح الذي وصلت اليه مؤسسه نبض الحياه في هذه الفتره الزمنيه التي لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الاطلاق، ما هو الا من قبيل انها حريصه على الاتقان في العمل وعلى الشفافيه. اتقان ومصداقيه، اتقان وشفافيه. ليه بنعمل كل ده؟ لان هذا العمل سيعرض على الله عز وجل وسيراه الحبيب صلى الله عليه وسلم وسيشهده المؤمنون ومنهم المتبرعون. مصداقا لقول الله عز وجل وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. 90% يا استاذ كريم من الاعمال التي تقوم عليها مؤسسه نبض الحياه سقي الماء في الاماكن الاكثر احتياجا، سواء في وصلات مياه، سواء في حفر ابار تجميع مياه الامطار، سواء في حفر ابار ارتوازيه. كل ده بناء على البيئه، مش احنا اللي بنحدد نقول ده وصله ولا بير ارتوازي ولا بير تجميع الامطار، امال ايه اللي بيحدد؟ البيئه اللي احنا بنروحها.
طبعا حفر أبار تجميع مياه الأمطار لا يكون إلا في صحراء مطروح. موضوع وصلات المية، تعال نسلط الضوء بقى النهاردة على وصلات المية. قبل ما نروح بس وصلات المية، ليه اشمعنى الأبار لا تكون إلا في مطروح؟ موضوع حفر أبار تجميع المياه الأمطار لا تكون إلا في مطروح، لأن البيئة اللي هناك كلهم مش عايشين إلا على مياه المطر فقط. يعني هناك كل حركة حاجة لو قلت لهم مياه معدنية مش هيستسيغوها أصلا. بتوع صحراء مطروح كلهم بلا استثناء عايزين مياه الغيث. ثانيا ممكن واحد يقول لك تم يجيب مياه من تحت الارض، اللي هي الابار الارتوازيه اللي هي حفر ابار تحت الارض، لازم اظن مياه اعماق كبيره، اعماق وهتكلف مئات الالاف لان هتعدي 200 متر وهتطلع ميه كمان مالحه واضف الى ذلك معادل وفلاتر وش تاني خالص. وهم مش هيستسيغوها، هم الناس اللي عايشين هناك. اقول لحضرتك حاجه، من ضمن المبادرات التي قالت لهم مؤسسه نبض الحياه، قالت لهم ايه رايكم تطلعوا بره في مطروح البلد ونعمل لكم شقق اسكان او تقدموا في الاسكان الاجتماعي. قال لك انا بالظبط هشبه لك نفسي، انا عامل زي السمكه لو خرجتها من الميه هتموت، وانا لو خرجتني من هنا هموت. انت تقدر تعيش هنا في المكان ده؟ قلت له صعب بالنسبه لي. قال له انا كذلك ما اقدرش ارجع اعيش في المدينه. فالناس دول وعددهم كبير جدا، هم خلاص تاقلموا على الطبيعه وتأقلموا على كل ما يخرج من الطبيعة وكل ما يأتي من الطبيعة، فتلاقي حياتهم كلها عايشين على التين والزيتون والشعير، الحاجات اللي هي بتسقى بماء المطر، بيبدروا الشعير كده بس وسبحانك يا رب بيطلع مباشرة. التين، البطيخ، تلاقي حاجات يبدروها بس كده ومية المطر هي اللي بتطلعها. فطبعا مية المطر دي لما بتنزل وما فيش حاجة تقدر تجمعها فيها فبتتناثر في الأرض طبعا، فبيحس ان حياته بتضيع قدام عينه. فمحتاج لآبار لتجميع مياه الأمطار. نرجع بقى تاني واقول لحضرتك حاجه، سؤال تاني، اشمعنا احنا كمؤسسة نبض الحياة 90% من الأعمال اللي احنا بنقوم عليها سقي الماء؟ طبعا دي من أفضل الصدقات الجارية. وإيه الدليل؟ حديث رواه الإمام النسائي في صحيحه من حديث سيدنا سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم يا سعد. قال فأي الصدقة أفضل يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم سقي الماء. علشان كده احنا متخصصين قوي بنسبة كبيرة جدا في موضوع سقي الماء في الأماكن الأكثر احتياجا. تعال نسلط الضوء النهاردة على موضوع وصلات المية. وصلات المية علشان خاطر ان انا اعمل وصلة اصلا دي تمنها 7000 جنيه، تمام؟ يعني لو حضرتك مستر كريم طلعت رحت تعمل وصلة انت مع نفسك هتتكلف كام؟ 7000 جنيه، اقل شيء وممكن ازيد. طب احنا بنعملها بكام في مؤسسة نبض الحياة؟ ب 3000 جنيه. طب ليه التوفير ده؟ هل انتوا يعني عندكم واسطة مع الحكومة بتعملها لكم ب 3000 جنيه؟ لا والله ابدا، عاملين اتفاقية ما في تعاون، بروتوكول تعاون ما بين مؤسسة نبض الحياة وما بين شركات شرب المياه والصرف الصحي بيننا وبين بعض. طب اشمعنى ليه كده؟ احنا بنقول الناس اللي بنوصل لهم ميه دول ما هماش ناس مبسوطين ولا اي حاجه، بدليل ان هو لو عنده اصلا فلوس ال 7000 جنيه ما كانش انتظر وقعد السنين دي كلها وروح يجيب ميه من اماكن بعيده جدا طبعا. كان زمان وصل لنفسه عداد وريح دماغه من زمان. صح ولا لا؟ اكيد. يعني واحد لو شويه الهاء، امور الحياه ايه؟ الميه والهواء. طبعا لو بيشربوا الفلوس وانت معاك هتوقف في ثانية، هتروح على طول هتبادر بشرائهم. أكيد طبعا، لأن هما ده حياتك. لذلك ربنا قال وجعلنا من الماء كل شيء حي، فالمية حياة. صح طبعا. ففي حد يستخسر الحياة في نفسه؟ أكيد لا. ممكن واحد يستخسر الأكل في نفسه، ممكن واحد يستخسر اللبس في نفسه أو أي أوجه رفاهية، لكن المية هي مش رفاهية. اللبس، سترة طبعا، الأكل، بقول لك مش لازم أكل لحمة، ممكن اعيش على الجبنه والعيش والامور البسيطه، لكن الميه ما يقدرش. اكيد انت لو حضرتك في البيت الميه قطعت ساعتين عكننت الدنيا، البيت تحس انه كله فيه شلل تام طبعا. تام، لكن الكهرباء لو قطعت بيمشي الحال سهل، ممكن صحيح. انزل اقعد مع اصحابي شويه، صحيح، خلاص اقضي الليله مع اصحابي طبعا. الموضوع سهل، لكن الميه صعب. لذلك احنا مؤسسه نبض الحياه بنعمل حاجه اسمها بحث اجتماعي لكل بيت. البيت ده فعلا بحث اجتماعي، وطبعا للتأكد من مصداقيه الطلب. ايوه طبعا يعني. ايوه طبعا تمام خلاص. وبناء عليه بنقدم كام بحث اجتماعي لا يقل عن 30 40 50 على حسب الناس المحتاجين في المكان، ونوديهم لمين؟ لشركه الشرب والمياه الحكوميه. بتاخدها تبص تمعن النظر فيها، فعلا محتاجين، خلاص تاني يوم مباشره بينزلوا لموقع العمل يحفرهم
ويوصلوا العدادات للأماكن البيوت دي. لذلك أفتت دار الإفتاء المصرية وغيرها من العلماء الكبار بأنه يجوز إخراج زكاة المال. يجوز إن أنا أخرج زكاة مالي في وصلات المياه. ليه؟ لأن دول فقراء محتاجين، صح ولا لا؟ طبعا. فقير ولا مش فقير؟ فقير ولا محتاج فعلا، محتاج وفقير. صحيح. خلاص. والفقراء من الأصناف التي يجوز إخراج الزكاة لها. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فهو من الفقراء، لذلك يجوز إن أنا أخرج زكاة مالي في وصلات مية. أيوة ينفع، تجوز إنك تخرج زكاتك يعني مالك في وصلات مية. تجوز كصدقة لو في بنية الصدقة، وتجوز كمان كزكاة، كزكاة المال. نعم. جميل. أنا بس عايز أستأذنك لحظات كده برضه عشان يبقى الكلام إيه مدعم بصوت وصورة. تعالى نشوف التقرير ده ونرجع نكمل الكلام. أسهل حاجة بالنسبة لي وبالنسبة لك إن إحنا نعملها وصلة مية بحاجات بسيطة جدا بتريح، بدل ما يخبط على جاره. خلينا نتعرف عليه كده وأصبح عليه ونستمطر الرحمات من ربنا في حوارنا مع الراجل الطيب ده. يا سيدي إزاي حضرتك؟ الحمد لله. حبيبي أنت كنت تجيبها منين؟ والله أنا كنت عبي من برا، وكانت عند طرمبة برا اهي، شالوها الناس الأهل الأرض شالوها مني. ليه؟ ما جاش أملكم بس. آه. أنا حبيت أدق هنا، قال لي الراجل ما تنفعش. فبعبي جلاكن ساعتك، لو شفت تخش جوت لقي جلاكن بعبايا. معلش كل الحمام في جركن وبستل حاجة زي كده. ما فيش مية داخلة. بعد ساعات بعبي برميل فوق زي ما أنت شايفه ده. بيتعبى ما ياخدش يوم ويخلص. يعني الحمد لله. أقول الحمد لله بس كل على كل شيء. وصلت مية ب3000 جنيه. ممكن أنا وحضراتكم نطلع نتعشى عشوة برة تبقى بأكتر من 3000 جنيه. لكن تخيل 3000 جنيه هتعيش أسرة بالكامل، زوج وزوجة وطفلين. يعني أقل أسرة بندخلها المية بتكون مكونة من 4 أو 5 أفراد. شفتوا حضراتكم معانا الظروف والحال والأجواء اللي الناس دي عايشة فيها. دول هم الناس الطيبين اللي احنا بندخل لهم المية. اسمنا نبض الحياة والمية هي الحياة. التصوير كان في نجع حمادي محافظة هنا. نعم. صح كده؟ قرية الوقف. قرية الوقف. قرية الوقف. بالمناسبة البيت ده من الإنجازات، يعني احنا رايحين مش معاناة. انا ما بصورش المشاهد ان شوف ان احنا جايين بالمعنى العام، يعني جاي ايه اجحد. لا 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 ابدا، ده بفضل الله عز وجل وصلنا للناس دي ميه. 60 وصلت ميه كانت في الزياره دي ما شاء الله، كانت بفضل الله عز وجل الاسبوع الماضي. لا كانت 60 وصلت ميه تم توصيلهم لقريه الوقف في مركز نجع حمادي محافظه انا. خلاص. وباقي 120، لان كان يعني هو الاجمالي او الخطه المطروحه 180. الزياره اللي فاتت افتتحنا 60 وصلت ميه، باقي 120 ان شاء الله عز وجل، يعني ان شاء الله يخلصوا قريبا في خلال الاسبوعين الجايين. بالمناسبه إن شاء الله. كل وصله فيهم يعني انتوا بتعملوا في كل منطقه
نعم. وصلة أو أكتر ولا في كل بيت ولا الحكاية بتمشي إزاي؟ لا هقول لحضرتك حاجة. اتفضل. بيتنا وبيت حضرتك في عداد وصلة مية بتخش البيت. البيت ده قبل في عداد بيعد عدد المية اللي بتخش في البيت والكلام ده. دي اسمها وصلة مية. تمام. لكل بيت وصلة مية. تمام. لان هي اصلا يعني مش زي الابار ممكن يستفيد منها اربع او خمس بيوت عدد كبير. لكن دي وصله ميه لكل بيت اللي هي موجوده في بيوتنا كلنا. تمام. يعني دي الوصله يعني اللي موجوده لكل البيوت. ان وصله الميه الواحده يعني بتخدم على اسره متوسط عدد افرادها خمسه سته مثلا. هقول لحضرتك حاجه. جميل. تخيل ان هم بيشربوا منها وبيغتسلوا بها وبيطبخوا بها وبيقضوا كل احتياجاتهم الشخصيه منها، ويسقوا الزرع ولو عندهم اي مواشي ولا كذا، كل ده بيستخدموه. لذلك اسمها صدقه جاريه. صحيح. او والله فعلا صدقه جاريه. العداد بيعد عدد الكيلومترات اللي بتخش من الميه، وهو عند الله عز وجل عظيم، بيعد حسنات طبعا للانسان. لذلك صدقه جاريه مدى الحياه مستديم. لذلك شوف شكل مناظر البيوت. انا بقول لحضرتك يجوز اخراج زكاه المال ليه؟ لان الناس يعني في امس الحاجه الى ذلك. احنا بفضل الله عز وجل وصلنا الى الان في مؤسسه نبض الحياه فوق ال 2000 وصله. ما شاء الله. بفضل الله عز وجل ما شاء الله. فوق ال 2000 وصله بالعدد. ما شاء الله. يعني اطلع وجه بحري الغربيه، اطلع الشرقيه كفر صقر، كنت انا موجود في الزياره دي، كفر عسكر، اطلع على اسكندريه برج العرب، خلاص تعالى على الفيوم، تعالى في الجيزه، في اطفيح الجيزه، وحضرتك في هنا يعني في وجه قبلي موجودين، وفي وجه بحري بفضل الله عز وجل موجودين. يعني اسكندريه كمان بتحتاج وصلات مياه، مناطق معينه في برج العرب. أوكي. كتير جدا ان احنا وصلنا فيها اكتر من يجي 400 وصله. طب ما ينفعش في اسكندريه يتعمل ابار لتجميع مياه الامطار؟ وحضرتك ادرى مني بكتير، بموسم الامطار السكندري بيكون عامل ازاي؟ لا هو هقول لحضرتك حاجه، ولا عشان البيئه مختلفه؟ البيئه مختلفه هناك في اسكندريه. انا عندي وصله مياه ارخص. طب وصله المياه هتكلفني 3000 جنيه، اما ان انا اعمل بئر ارتواز هيكلفني 35000 جنيه. وثانيا سؤال برضك حلو من حضرتك مستر كريم، ما ينفعش شارع فيه وصلات مياه اروح اعمل انا في بيئة. طبعا. ليه؟ لا والكثافه السكانيه والمباني المتلاصقه الى لا ما ينفعش اصلا اروح اعمل بير في شارع في وسط ميه. لان الوصله مش هتكلفني 3000، يبقى اروح اعمل بير 35 ولا اعمل امتى؟ اعمل البير لما يكون القريه او اماكن دي ما فيش فيها اصلا ميه رحالها خالص. فنبتدي في الفتره دي نبص على الموضوع ده. وبالمناسبه ان شاء الله عز وجل في الايام القليله المقبله ان شاء الله عز وجل بعد افتتاح مزرعه وقف النخيل الاسبوع القادم هندخل في موضوع اخر، الا وهو معالجه المياه في شبكات الشرب، الشبكات الكبيره. هنجيب لها ان شاء الله محطات تحليه ومعالجه مياه كبيره جدا. هنبتدي نشتغل على الموضوع ده. ليه؟ لان حلو، ده ملف مهم جدا جدا طبعا جدا. اولا بتعاني، بتحل مشكله الفشل القلوي طبعا جدا في الموضوع ده. في انا عاوز اعالج المشكله من الجذور. انا عندي في شجره الفرع المعين في مشكله، اقعد اظبط في الفرع ده ولا اعالج من الجذر؟ اعالج من الجذر. اعالج من الجذر، بقض على كل حاجه. موضوع المشاكل الصحيه بكل الامور كلها بتعالج. وبفضل الله عز وجل قلت لحضرتك ان الموضوع ده بيكون على مرأة ومسمع من الجميع. الحلو عندكم ان انتوا عاملين تنوع ملحوظ جدا الحمد لله. يعني تقريبا مش سايبين شكل من اشكال الخير اللي بتوصلوه للناس الحمد غير لما يعني عملتوا فيه مجهود كبير. بفضل الله عز وجل. وحضرتك لما بتقول انا هعمل بير بيتكتب على اسمك، وبتيجي بتاخد اللوكيشن بتاعه وبتروح تشوفه في اي وقت من الاوقات. عاوز تخش في موضوع وصلات الميه بتعرف ان وصلت حضرتك موجوده في المكان الفلاني. في ناس اهتمت ان هي تروح وتشوف بنفسها. طبعا كتير جدا ده حصل، يعني كتير، سواء في زراعه النخيل بيجوا يزرعوا بايديهم، سواء في وصلات المياه. اقول لحضرتك في قريه، في لا اتذكر اسم القريه، ولكن هي في كفر في صقر. كفر صقر في الشرقيه. القريه اللي احنا نزلناها دي كلها باكملها شالها راجل اعمال واحد. بسم الله ما شاء الله. والله بفضل الله عز وجل كانت تتعدى السبعين او الحاجه و70 وصله كامله. يا سلام. يا سلام. كل القريه دي كلها على حساب الشخصي. يا سعد ويا هناه. طبعا. خلينا نقف عند القصه دي نشوف تقرير. معلش انا اسف المقاطعه في الاستفسار، بس عشان نلحق برضه نشوف التقارير كامله وهنرجع لنفس النقطه دي. اتفضل. تقرير ونرجع. اتفضل.
الجرة أو الجركن من عند الجيران، وإن بلقيش من عند الجيران بتشتريها شري، وما عندهاش مقدر إن هي تركب المي. أنت بتجيبي مية منين؟ بتجيبي مية منين؟ من الجيران. بيدولك مية؟ أي. ها. مش جيران. انت بتعملي دقه بالبتاع بالسمسم ده؟ ايوه اعملها دقه. هتعمل لنا دقه النهارده وتغدينا؟ اعمل لكم. تسلمي. موجوده. ان شاء الله احنا جايين نوصل لك الوصله. ان شاء الله. كلها ايام بسيطه جدا والوصله تكون عندك ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. كل سنه وانت طيب. بارك فيك. نلتمس منك دعوه طيبه ان شاء الله يا رب. يحنن عليكم ويوسعها عليكم. اقتراح بسيط. كل اسره بتسمعني دلوقتي اعملوا حصالة اسمها حصالة وصلات المية، ونشوف هنعمل كام وصلة في السنة الواحدة، والوصلات دي بنعينها في الخزنة عند علام الغيوب، عند اللي قال في كتابه العزيز ونضع الموازين القسط ليوم القيامة عشان أعمالنا دي تتوزن بميزان يدخلنا بيه رب الجنان، نكون في الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، لأنه هدفنا في نبض الحياة الكرامة، العزة، الاحترام. لينا أهالي فعلا في أمس الحاجة، والحقيقة ربنا يعني يكرمكم على اللي انتم بتعملوه مع الناس دي حقيقي يعني، ويكرم كل من ساهم في هذا الأمر. من أسعد الناس في هذه الحياة من أسعد هؤلاء. صحيح صحيح، ده يكفي الدعوتين الحلوين. أيوة بس الله. طبعا. مش عايزين من الدنيا اكتر من كده. والله فعلا حاجه عظيمه جدا. ربنا يقدركم دايما على فعل الخير. وقفنا في الكلام بقى عند القصه بتاعه ان في منطقه بالكامل تحمل تكلفه وصلات المياه اللي فيها احد رجال الاعمال، ربنا يكرمه. الحمد لله. يعني عايز اقول لحضرتك ان في ناس بتقدر تعمل ربع وصله ونص وصله ووصله، وناس بيشيل الليله دي كلها. ان شاء الله عز وجل اتمنى من اي احد الان يقول انا هشيل 120 وصله الباقيين في نجح حمادي، وهطلع معاكم اشوف بعيني يوم ما تيجي تسلموا الناس دي. والله انا على يقين ان شاء الله ان هذا الرجل ان فعل ذلك ان شاء الله سيقوم بعمل الاخر والتاني والتالت. ليه؟ ليس من راى كمن سمع. أكيد. ولما يقعد مع الناس دول وتسمع الكلمات الطيبه منهم، وهل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم. سيدنا النبي قال كده. شفت الجاريه بتاعت الاطفال الصغيرين والفرحه اللي النبي قال كده، حاجه عظمه. الاولاد دول ضعفاء وامهاتنا ضعفاء، فالنبي قال وهل تنصرون في هذه الحياه وترزقون الا بضعفائكم. والله سبب الرزق صحيح. الذي نحن فيه أحيانا يكون بسبب أنك ابتسمت الطفل ابتسامة وأدخلت السرعة على القلب. صحيح. ربنا يبعت لك رزق في الحياة، والرزق ليس مال، رزق ممكن يكون صحة نازل شيء بلاء فارفعه الله عز وجل. الرزق يكون في سعادة مع الزوجة، سعادة مع الأولاد، سعادة في كل شيء. الرزق هو الحياة الطيبة، الحياة الكريمة اللي انت محتاجها في هذه الحياة، فوفر لهؤلاء حياة كريمة. إن شاء الله عز وجل اللي شغالين مع الدولة في خط متوازي في موضوع الحياة الكريمة. جميل. بفضل الله عز وجل الدولة كانت موجودة بين سويف وإحنا كنا معاهم، إحنا شغالين في وسط المياه وهم شغالين في عمل مشاريع لأهل المركز ناصر في بين سويف. تمام. كانت الدولة شغالة وإحنا كذلك كنا قاعدين بنوصل لهم وسط المياه، يعني إحنا شغالين جنبا إلى جنب. أصل اللي أنتوا بتعملوه ده ده في صميم العنوان بتاع الحياة الكريمة. الحياة الكريمة. شوف الجمال بتاع الأمنا عاملة إزاي. لا ده أنا لسه جمال المزيد من أوجه الجمال من خلال متابعتنا للتقرير اللي جاي. مش هقطع تاني. لا اتفضل. التقرير ده ونرجع نكمل الكلام. اتفضل. اتفضل. أنا بشكر مؤسسة نبض الحياة والشكر لربنا سبحانه وتعالى، وأحسن مؤسسة فعلا صدقت معنا هنا وصدقت مع العالم كله باللسق في الخشب وعدادات المية، وبشكرها من الأرض للسماء. وصراحة ما قصروش معانا في أي حاجة. مؤسسة نبض الحياة بقت مركبة دلوقتي حوالي 200 وصلة عندنا هنا في قرية الجمهورية والعشش البحرية. أمام قرية الجمهورية
مركز طمية الفيوم. احنا النهاردة جت لنا الجماعة الخيرية وصلت لنا المية والحمد لله الحال اتغير والدنيا بقت احسن وما عادش بنملى مية من عند جيراننا ولا عاد بنملى بنبعت الولاد يملوا مية والحمد لله ربنا يجازيهم خير يا رب. كنت واثقة ان اهل الخير هيستجابوا لينا والحمد لله وصلوا لنا وصلة المية وربنا يجازيهم كل خير. اكيد الحال هيبقى احسن بكتير من الاول. المية هتبقى في البيت، المية دي حياة الانسان، من غيرها ما يقدرش يعيش ولا الانسان ولا الطير ولا الحيوان. فالحمد لله دي المية اساس الحياة. فبنشكر اهل الخير ان هم وصلوا لنا وصلة المية دي. مؤسسة نبض الحياة جات لنا وصدقت معانا ووصلت لنا وصلة المية. وانا بشكر الاساتذة المفضلين اللي هم بتبع مؤسسة نبض الحياة بفضل الشكر والجميل واللي عملوه معانا، لان صراحة اول مؤسسة نبض الحياة تصدق معانا هنا في الجمهورية وفي العشش البحرية بوصلات المية. عشان برضو يبقى اسمنا ربطنا الامور ببعضيها، نقدر نقول باختصار ان نعم. وصلة المياه نعم. فيها ما يكفي لصلاح احوالنا واحوال اولادنا. طبعا مش كده برضو؟ طبعا الاولاد العظماء لا يولدون انما يصنعون في البيوت. التربية ليست بالموعظة انما بالقدوة. طبعا. عاوز انا اقول لابني تعالى انت اتصل بمؤسسة نبض الحياة خليك قدوة، اذا اردت ان تعلم ابنك شيئا كن انت امامه حتى تكون انت امامه. خلي بال حضرتك طبعا. والله العظيم أن تعطي لفقير في يده شيئا أمام ابنك وابنك يعطيه أفضل من 1000 محاضرة عن الصدقة. صحيح. أفضل من 1000 محاضرة صحيح. عن الصدقة. لذلك عاوز ابني يشترك معاه في الأمور دي كلها، وإحنا يعني صلاح له وصلاح ليه. وإحنا في بداية العام الدراسي الجديد عاوز أقول لحضرتك كل واحد فينا بيدفع المصاريف جزء صغير، ما حدش يقول معيش، والله الفلوس بتطلع لما الموبايل بيتكسر، لما شاشة التلفزيون بتتكسر بتطلع صح. يبقى إحنا معانا. صحيح. ابني شارك معايا في العمل الخيري وعود ابني على الموضوع ده، على موضوع الأخلاق. ما الأخلاق هتيجي من البيت طبعا، أما في المدرسة تحصيل العلم. يبقى أنا ابني أنا قدوته، والقدوة بالتربية، التربية ليست بالوعظ. صحيح عندك حق. تمام؟ تمام. عندك حق 100%. والحقيقة نصيحة غالية جدا، بس المهم نتعظ بقى ونعمل بيها. احنا شاكرين الله يبارك فيك، جزيل الشكر لوجودك معانا في حلقة النهارده، واكيد ان شاء الله هنلتقي على خير مرات ومرات باذن الله. شكرا موصول، واكيد الشكر موصول لكل حضراتكم. جزيل الشكر على حسن متابعتكم لحلقة النهارده، وان شاء الله يتجدد اللقاء في يوم جديد وحلقة جديدة، وباذن الرحمن طاقة نور جديدة. اشوفكم على خير.